بهارات السمك والمأكولات البحرية. عندنا معلقة كبيرة من الكمون، طبعا السمك روحه في الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة كبيرة من الشطة، ومعلقة كبيرة من البابريكا. تمام، دي المقادير بتاعتنا، مقادير كلها مقادير سهلة وبسيطة، هتسهل عليكي جدا جدا انك انت على طول بتقلي سمك، بتشوي سمك، مجرد ان انت تضيفي بس مقدار من التتبيلة دي على خلطة الثوم والليمون والفلفل الأخضر الحامي، هتديكي نتيجة روعة. تعالوا بينا بقى هنبتدي نكح ونعطس. حطينا الكمون، الكزبرة، عندي كمان الشطة، الكركم، البابريكا، والثوم البودر، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه. خلطات البهارات بقت كتير جدا جدا في السوبر ماركت، كل حاجة اتعمل لها خلطة بهارات، عشان كده حاولنا نعملها احنا كمان في البيت بكميات بقى هتبقى معانا متحكمين احنا فيها، سواء عايزين نعمل كمية كبيرة او صغيرة، كمان بسعر اكيد اقل كتير، والنتيجة بجد حلوة قوي. خلطنا خلاص مع احتمال عطس ريحة البهارات فظيعة. خلاص كده خلصنا، دي بهارات السمك كمان.